ذلك انتوا عارفين حكايه خزيمه بن ثابت. خزيمه بن ثابت، خزيمه بن ثابت صحابي، ورسول الله اشترى فرسا من يهودي، وكان اشتراه نسيء الثمن، لكن رسول الله لقيه في يوم واعطاه ثمن الايه؟ الفرس. فاليهودي اثمنه ما كانش حد موجود، ذهب فادعى على رسول الله انه لم يعطيه ثمن الفرس لان ما كانش حد موجود. قال له انا قضيته. قال له لا يا ابا القاسم، ابغني شاهدا. ما هو عارف ان ما فيش حد كان واقف. فطلع واحد كده من الصحابه اسمه خزيمه بن ثابت، وايه قال ايه؟ انا يا رسول الله رايتك وانت تعطيه. ام اليهودي بهت، قال لك ما يمكن قاعد ده مستخبي، لو كان كلامه صح. قال له امتى شفتني؟ ازاي؟ انت كنت فين؟ انما هو كمان له كذب. قال لك ده انت كان واقف بعيد وانا ما شفتوش. لما مرت الحكايه استدعى رسول الله خزيمه وقال يا خزيمه انا اعطيته ثمن الفرس ولم يكن احد موجودا، فكيف شهدت انني اعطيته وانت لم تكن موجودا؟ وانا قلت لكم على مثلها فاشهد، على مثل الشمس دي. ام ضحك. قال له يا رسول الله اصدقك في خبر السماء واكذبك عشان كذا درهم؟ ما انا معقول؟ نعم الاجتهاد. فتبسم رسول الله واعطاه نشاهد، وقال من شهد له خزيمة فحسبه. خزيمة نصاب شهادة، الشهادة اللي عايزين فيها اثنين يبقى يكفي، أربعة ده ويك. انتهت الحكاية. وبعدين لما جم يجمعوا القرآن، جامع القرآن ما كانش يكتب آية في المصحف إلا إذا لقاها مكتوبة في اللخاف أو على العظم أو أي حاجة، وشهد لها اثنان، يعني قراءة وكتابة. فلما جه في اخر سوره ايه؟ التوبه، وجدها مكتوبه على عظم كتف، لكن ما فيش الا واحد بس هو اللي عايزين الثاني ما لقناش. فجه واحد قال له يا شيخ انت مش عارف حكايه، ما هو خزيمه ده اللي مش عارف. والنبي مش قال من شهد له خزيمته فحسبه؟ يبقى ده شهادته تبقى تيجي. يبقى دي مساله الفرس واللي مش عارف ايه، ده معموله علشان ايه؟ علشان الحكايه، عشان انا نزلنا، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لايه؟ لحافظون. نعم.